من 48 سنة وفي يوم 20 يونيو 1976 اتولدت أشهر ضربة جزاء في التاريخ، والفضل يرجع لأنطوان بانينكا لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا في الوقت ده. في نهائي يورو 76 منتخب تشيكوسلوفاكيا كان محتاج يسدد الضربة الخامسة علشان يفوز على ألمانيا ويكسب البطولة، وفعلا سجل بانينكا الضربة بطريقة حلوة وجديدة لما شاط الكرة سقطة في نص الجون. منتخب تشيكوسلوفاكيا كسب البطولة، وطريقة بانينكا فضلت لحد النهاردة دليل وبيشوط بيها نجوم كتير. بانينكا قال عن الضربة دي انه لو ما كانش سجلها كان زمانه شغال عامل في مصنع عنده خبرة 40 سنة، وقال كمان انه كان بيتراهن مع زميله هوروسكا، ولما كان بيخسر كان بيدفع فلوس ويجيب شوكولاتة. بانينكا فرحان ان لعيبة كبار زي سيرجيو راموس وغيره بيسددوا بطريقته، وانه فخور بتقديم حاجة خالدة في تاريخ الكورة. السؤال هنا، مين احسن واحد شفته بيشوط ضربات جزاء على طريقة بانينكا؟